شريفة الوقت اللي بانتظار وكيصوتوا بمسؤوليه وكيختاروا بروح ديال المسؤوليه والحكمه كنقول لنا الحمد لله التعرض ديال عمار راه بخير وغتبقى ان شاء الله بخير. دونك اللائحه غادي تحدث منها اسم واحد هو زهير الشرقي، غتبقى اللائحه كما كانت. دونك حنايا باش اسماعيل حميده ستة صوت، جمال معموري 56 صوت، زهير الشرقي 217 صوت، عبد الخالق بليبي 196 صوت، عبد الرحيم الهمس 200 صوت، هشام السيهاني 51 صوت، محمد السولي 193 صوت، عبد الناصر كرب 175 صوت، الهلالي بوجمع 160 صوت، محمد الزبير 42 صوت، البازول الخيطي 39 صوت، هشام الشيوى 39 صوت، أحمد الرقيب 30 صوت، عبد المنعم المخلوفي 49 صوت، القصير عبد الله 26 صوت، إبراهيم حمدان 42 صوت، أحمد إدريسي 32 صوت، خليل العربي 35 صوت، فريد القزع 46 صوت، عبد العزيز حساني 83 صوت، عبد اللطيف الرويشه 53 صوت، عبد الرزاق مارسو 62 صوت، رشيد الساسي 86 صوت، محمد المساوي 43 صوت، واخيرا خليل مكريم 32 صوت. مولاي عبد المولي رئيس مجلس اداري التعاضد ديال العمال الموظفين في الاداره العموميه، كما تبعتوا معنا كان هناك عمليه ديال اننا نعلنوا على النتائج ديال الانتخابات ديال الثلث ديال اعضاء المجلس الاداري اللي كدار كل سنتين، وكدار ملي كيكمل المتصرف ست سنوات ديال العمل ديالو داخل المجلس الاداري. وهذه العمليه كيشاركوا فيها الاعضاء ديال الجمعيه العموميه، وهاد الاعضاء ديال الجمعيه العموميه كما شفتوا كانوا ساهموا بقوه وكذلك ساهموا بكثافه وبنظام باش ان تمر العمليه في احسن الظروف. الحمد لله مرت في احسن الظروف وعطت النتائج باش تشوفوا بانه كان هناك عدد ديال 24 وقيل ولا 26 ديال المرشحين، يعني انه كان هناك واحد التباري، ولكن كان هناك تباين، كان هناك تباري ما بين الاعضاء جميعا، ولكن كيبان بانه كاين واحد 6 ولا 8 ديال الناس عندهم واحد النصيب كبير ديال عدد الاصوات. ولكن حنايا في التعاضد ديال العمام ما يمكنلكش تدوز في الدور الاول الا لا جبت 50 زائد واحد، دونك واحد اللي جاب 50 زائد واحد اللي هو السي زهير الشرقي اللي كان كيمارس المنصب ديال الكاتب العام داخل التعاضد ديال العمام. دونك كاين الدور الثاني
وحنا يقينكم سمعتوا الكلمه ديال السيد الرئيس انني حضرت بانه ما خصناش في هاد المحطات بحال هادو ندخلوا من مسائل الصحبه ولا ديال الاخوه قد ما اننا خصنا يكون عندنا الهدف هو شكون اللي غادي يخدم الصالح العام وشكون اللي غادي قد يتكمل المسؤوليه وشكون اللي غادي يكون قد المسؤوليه وفقت تحمل المسؤوليه. الحمد لله استقبلت الاخوه اللي كيوضعوا فيا الثقه للمره الثانيه، يعني كنعتبروا بان هذا واحد القيد عاود وضع على عاتقنا باش نستمروا في هذا الخطه بالنسبه للمخطط الاستراتيجي اللي بنيناه جميع هما اعضاء المكتب واعضاء المجلس الاداري اللي بنا واحد المخطط ومشينا فيه. طبعا ككل سنتين كتخرج 11 وكتدخل 11، فهاد المره كانت عندنا انتخابات اللي فيها 11 غادي يخرجوا 11 غادي يدخلوا منهم انا، وهذا كيبين على ان الشفافيه والحكمه والديمقراطيه والصناديق الزجاجيه هي اللي فرزت على هاد النتائج. نو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.